المنتخب الأولمبي يبحث برأسية فوق المرمى، ولكن هناك خطأ يقول الحكم، هناك دفع أو ماذا يقول، هناك يقول لفائدة المنتخب الأولمبي، يقول ضربة جزاء، يقول الحكم السيراليوني عبد الكريم كاب، يقول المنتخب الأولمبي يبحث عن الهدف، وفعلا هنا ينصفه الحكم بالإعلان عن ضربة جزاء، وهو يرى أن هناك دفع في قلب المعترك وكان قريب من العملية. الحكم عبد الكريم إذن فرصة للمنتخب الأولمبي لإنهاء هذه الجولة الأولى متقدما بهدف 1-0 ليقلب الطاولة، يمكن أن نقول ليقلب الطاولة على المنتخب السنغالي الذي بدأ قويا في الدقائق 10 الأولى. إذن ضربة جزاء للمنتخب الأولمبي في تنفيذ اللاعب ياسين قاسمي لاعب بي اس جي الفرنسي. ياسين قاسمي اللي مسجل هدف 1 لحد الان في التصفيات الرسميه، والان الهدف الثاني ديالو رفقه المنتخب الاولمبي، وان كان في هذه المقابله الوديه فهو مسجل هدف 1 في التصفيات الرسميه، كان ذلك امام منتخب الموزمبيق. إذن 1-0 لفائدة المنتخب الأولمبي، هدف بالتأكيد سيعزز من محاولة للتمرير أو المرور، محاولة للبناء الآن، تمريرة، كرة خطيرة، كانت خطيرة الكرة. وماذا يقول الحكم؟ يقول ضربة جزاء. يقول ضربة جزاء لفائدة المنتخب السنغالي، يقول كان هناك دفع، لأن فرصة للمنتخب السنغالي لتعديل الكفة. نشاهد مرة أخرى. ما جاي الكرة يعني الصورة ما كنشوفوش أن هناك دفع. اللهم إلا كانت عرقلة برجل ديال المدافع. هنا الهدف لفائدة المنتخب السنغالي والمسجل هو اللاعب ديلاني فال، باش تصبح النتيجة هدف لمثله بعد ما كانت الفرصة سانحة أمام المنتخب الأولمبي لإضافة الهدف الثاني. الآن كيرجع المنتخب السنغالي كيسجل هدف التعادل أيضا من ضربة جزاء. هذه فرصة للمنتخب السنغالي، فرصة والهدف. الهدف قلت لازم الاحتياط من المنتخب السنغالي، لأنه في أي لحظة يمكن يسجل الهدف. وهذا اللاعب رقم 10 فال ديلاني، كان المنتخب المغربي كان هو اللي متفوق طيلة الدقائق الأولى من الجولة الثانية، لكن جات كرة واحدة نجح اللاعب ديلاني في تحويلها إلى هدف وتقدم على المنتخب الأولمبي. عادة ما يقال في هذه المباريات الودية أن النتيجة لا تهم بقدر ما تهم النتيجة. ستفرز المؤهلين عن القارة الإفريقية فرصة وتدخل الحارس وكتمر الكرة، كتبقى دائما عند المنتخب الأولمبي. كرة خطيرة، المنتخب الأولمبي سديدة، كرة ممتازة من لاعب الشرادي لاعب الوداد الفاسي يسجل الهدف. التعادل لمصلحة المنتخب الأولمبي بسداد ممتازة جدا. وتذكرون هذا اللاعب الشاب كان تألق في احدى مباريات البطوله الوطنيه، اعتقد امام اولمبيك اسفي، بطريقه اللي كان سجل بها الهدف اللي جعلت منه لاعب كبير على مستوى البطوله الوطنيه، وبقى الاسم ديالو كيتداول منذ ذلك الحين، ووجد مكان ديالو ضمن اقرانه ضمن المنتخب الاولمبي. كنتمنوا التوفيق لهذا اللاعب، كما كنتمنوا ايضا لجميع لاعبي المغرب الفاسي ايضا الغائبين عن هذه التشكيله.